يقول إنني أعاني من مرض عصاب مزمن، وقد تسبب لي في كثير من المشاكل، منها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وكثرة القلق والخوف. فهل علي إثم؟ وهل تسقط عني التكاليف وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا، وهل من نصيحة؟ أسأل الله لك الشفاء والعافية من هذا المرض. لا شك أن هذا مرض ليس باستطاعتك، وإنما هو بقضاء الله وقدره. عليك بالصبر والاحتساب مع بذل الأسباب في العلاج، في العلاج المفيد والدعاء، أن تكثر من الدعاء الله سبحانه وتعالى أن يمنحك الشفاء والعافية. أما ما يصدر منك إذا كان هذا بإرادتك ومع وجود شعورك فإنك تؤاخذ عليه، أما إذا كان يصدر منك من غير شعور ومن غير اختيار منك فأحرج عليك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. عليك بضبط نفسك مهما أمكن، وإذا صدر منك شيء بغير اختيارك فإنه لا حرج عليك في ذلك. وعليك أيضا بالاعتذار ممن تسيء إليهم، وخصوصا الوالدين، عليك أن تعتذر منهم وأن تطلب منهم المسامحة وأن تطلب منهم الدعاء لك بالشفاء. أما سقوط التكاليف الشرعية فلا تسقط مع وجود العقل، مهما وجود العقل فإن التكاليف لا تسقط عنك، وإنما تسقط التكاليف عن فاقد العقل، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فمع زوال عقلك لا تؤاخذ على ما يصدر منك، أما مع وجود عقل فإنك تؤاخذ عليه. عليك بالتوبة والاستغفار وحفظ نفسك عندما تحس بشيء من هذا المرض، تضبط نفسك وأن تكون حاضرا مع نفسك والله يعينك. لا شك أن هذا مرض شاق، ولكن عليك بالصبر والاحتساب اتخاذ الأسباب الواقية والعلاج النافع، خصوصا الدعاء والإكثار من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيبنا.